السلام عليكم أيها السيدات والسادة الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم من البرنامج الرياضي هلا رياضة المقدم لحضراتكم في بث حي ومباشر من استديوهات تلفزيون هلا كل يوم خميس في رمضان إن شاء الله دائما في الساعة الثالثة. نرحب بضيوفنا من قرية بئر المكسور التي احتفلت بارتقاء فريق أبناء بئر المكسور للدرجة الثانية. معنا في الاستوديو مدير الفريق إبراهيم ماضي غدير، أهلا وسهلا إبراهيم. ومعنا اللاعب نائل غدير، أهلا وسهلا نائل. أهلا بك. ومعي المحلل الرياضي المدرب بهجت عودة. إليكم أعزائي المشاهدين عناوين برنامجنا لهذا اليوم. مدرب المنتخب هرتسوغ: قرار مؤنس دبور سبب خيبة أمل لي، وحاولنا إيجاد الحلول وبالنسبة للزواج لأنه هو مشروع هام بالنسبة لمؤنس دبور. في اتحاد أبناء سخنين الطاقم الإداري الحالي يدير الأمور ويقوم بجميع الالتزامات، وأي شخص لم يعرض خدماته على الفريق. هابوئيل إكسال يشرع بالتحضير للموسم القادم بإشراف المدرب سمير عيسى، وشباب اللد يجدد الثقة بالمدرب عيران كوليك، والإخاء الناصرة الأمور ما زالت غامضة. هابوئيل أم الفحم ينهي التعاقد مع اللاعبين المحليين ومن بينهم عبد جبارين وفائق محميد. هابوئيل كفر كنا يجدد عقد المدرب أحمد السبع، وهابوئيل باقي يرغب ببقاء المدرب أبي سبك، وهابوئيل دبوريا يرجي التحضيرات حتى انتهاء عطلة عيد الفطر. تشيلسي يحقق بطولة الدوري الأوروبي، ومساء السبت لقاء الأبطال بين ليفربول وتوتنهام. هذه المواضيع نأمل أن نتطرق إليها جميعا خلال البرنامج. مرة أخرى نرحب بضيفنا من بئر المكسور، معنا مدير الفريق إبراهيم ماضي غدير، أهلا وسهلا إبراهيم. أهلا بك. أولا قرية بئر المكسور، تعريف لهذه القرية. طبعا إحنا جمهور مشاهدي التلفزيون هلا هم من جميع المناطق من خارج البلاد أيضا. بئر المكسور قرية. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله. بئر المكسور معروفة، هي قرية اللي قرية بحد بين الشفامور وبين الناصر، قرية اللي هي سكانها شوية هيك عادي، يعني شو بسطاء عادي عادي، مش هذاك الاشي. بئر المكسور هي قرية بدوية، هي القرية البدوية اللي كبيرة بالمنطقة، يعني أكبر قرية بدوية، أكبر قرية بدوية في المنطقة بالشمال. هذا رائع جدا. هي تقع بين الناصرة وشفا عمر، على الطريق بين الناصرة وشفا عمر. ممتاز. والرياضة في بئر المكسور الرياضة في بئر المكسور، بئر المكسور هي القرية اللي بالمنطقة الشمال، هي يعني مثل ما قالوا القرية الوحيدة اللي عندها دائما الكادر محلي من 4-5-6-7 لعيبة بيت. بئر المكسور مصنع للعيبة. بئر المكسور هي الفريق الوحيد اللي دائما عنده 6 و7 لعيبة بيت. يعني احنا السنة، انا ما بدي اقول لك السنة، اخر لعبة لعبت ب9 لعيبة بيت. بئر المكسور مصنع للعيبة. يكفي السؤال، اخر مباراة كان لها اهمية في الارتقاء ولا ما كان لهاش اهمية، ولا هذا السبب انتوا اشرتوا تسعة لاعبين؟ اخر مباراة كانت بين بئر المكسور ويافا، الفريق اللي يغلب يطلع ليغا، الفريق اللي يغلب يطلع درجة. عندك يعني كانت لعبة مصيرية، مش حي الله لعبة يعني. كانت بس السؤال أخ إبراهيم، الآن بعد ما أنتوا ارتقيتوا للدرجة باء، هل السنة القادمة سيتم الاعتماد على لعيبة البيت، أم أنه راح يتغيروا من الاستراتيجية تعيدكم وتشاركوا أزيد لاعبين التعزيز؟ عندي استراتيجية اللي هي إذا ما عندك لعيبة بيت حرام تدحج له إلا قدام، إذا ما عندك لعيبة بيت حرام تبني فريق، إذا ما عندك لعيبة بيت حرام تبني فريق. اليوم السؤال بيكون دائما بعد ما ببلش الدوري، وأنتوا بتكونوا في الضغوطات إنه ممكن إنه أنتوا تهبطوا درجة، وبيكون الضغط من الجمهور. السؤال، هل أنتوا رايحين توقفوا في الضغط هذا، ولا رايحين تنكسروا وتجيبوا لعيبة تعزيز على أساس إنكم ثبتوا في الدوري؟ اللعيبة اللي عندنا، اللعيبة الموجودة هسه معنا هي لعيبة درجة ثانية. اللعيبة الموجودة عندنا درجة ثانية. أنا اليوم عندي بالفريق عندنا يمشي 4 لعيبة أو 5 لعيبة اللي هم مستواهم درجة ثانية درجة أولى. يعني أنا باني على الفريق اللي عندي 5 لعيبة، من 5 ل6 لعيبة اللي درجة ثانية، أخرى سنتين إن شاء الله. خلنا نسأل نائل غدير، هو أحد اللاعبين، أنت طبعا أقدم اللاعبين في فريق بئر المكسور، يعني كنت
اي نعم عم بشاكر. السلام عليكم، وانا اقدر اشكركم انت والاخ بهجت والاخ شاكر بالاستقبال تبعنا اليوم ببرنامج هلا. وانا اقول بالنسبه للرياضه بير المكسور، سالته السؤال، انا اليوم موجود ال 25 سنه بالفريق، واليوم الفريق بير المكسور اشكر كل واحد اعطاه. اليوم كان فريقنا جوعان، من نعطيك من طفل الشاب النساء الرجال الحطات عقول، كان كل واحد كان مشتاق من الفريق يكون بدرجه ثانيه، والحمد لله احنا صعدنا الدرجه الثانيه باستحقاق. والحمد لله اقول لك شغله، الفريقنا الجدام رايحين تشوفهم بالتاريخ راح يحكي. واحنا اليوم انا اقول لك كلاعب كنائل، وعندي 4-5 لاعب لعبنا بدرجه ثانيه مش سنه وسنتين، لعبنا اللي 5 و6 و7 سنين، وعندينا الحمد لله تجارب، وان شاء الله ان شاء الله نحققها ان شاء الله الجدام، ورايحين كلياته بالوسط العربي تدحج على هذا الفريق. طبعا انا بسألك انت كمدرب ايضا ومحلل رياضي، فريق بير مكسور صعد مع المدربين نشأة مجدوب، بدأ مشواره مع الفريق، وكذلك المدرب المحلي ابراهيم غدير، رائع جدا. نشأة مجدوب هو من طمرة صح؟ من شفاعمل. من شفاعمل، انا جاركم معناته. لا جار. فلذلك كيف تقيم، كيف كان التعامل؟ يعني كان احنا مفروض مرة ان شاء الله قادم ان نستدعي ابراهيم ونستدعي نشأة مشان يتحدثوا عن عملهم في الفريق. كيف كان تعاملك مع المدرب الفريق مع نشأة مجدوب وابراهيم غدير؟ الايش اقول لك يا صراحة، انا اول مرة اشوف مدربين اثنين يكون عندهم رأي واحد، فكر واحد شان. يعني اذا نشأة قرر نفس التفكير اللي ابراهيم شان مقرره، يعني اثنين مشى من تقريبا اللعبه السادسه او السابعه انضم ابراهيم مع نشأة اثنين، ولا مره كان عنديهم سوء تفاهم اثنين ببعض. يعني اشي انا اقول لك صراحه اول مره اشوف شيء من هالشكل، كان تفاهم غير شكل. يعني نشأة قرر خلصت، ابراهيم قرر خلصت، كله من ناحيه، مش يعني انه انا جاي محلك او انت جاي محلي او انا ودي اساوي، يعني تعرف شلون تصير. لا هذا احتراي، الثاني موافق عليه، هذا احتراي يعني مهني. شو كان تقسيم العمل بيناتهم؟ كان هو ابراهيم كان هو المدرب، ولا نشأة كان المدرب الرئيسي والثاني مساعد؟ يعني مين كان يضع التشكيله مكسور؟ مين كان المدرب الرئيسي؟ خلينا انا اقول لك، كانوا اثنين مع بعض بالراي ياخذون مع بعض، يعني يقعدون مع بعض قبل اللعبة. لنفترض انه في مدرب رأيه يختلف عن الثاني، مين كان صاحب القرار النهائي؟ لازم يكون صاحب قرار نهائي ويكون مسؤول عن البداية. نشأة لا، بالبداية كان نشأة، وبالآخر كان أخرى نشأة، مش انه يعني نشأة جي إبراهيم خلص نشأة بطل، لا جي إبراهيم نشأة ظل نفس الاشي، كان الرأي ياخذونه رأي واحد، يعني هم يتشاوروا بيناتهم. أنا ولا مرة فكرت إني أسألهم سؤال من الشغل، لأن أنا شايف الإشي ماشي معهم واثنين متفاهمين. يعني القرار اللي كانوا يأخذونه قرار مشترك. قرار مشترك. طيب نفرض إنه الموسم الجاي كمان اثنين راح يتعاونوا على نفس المهمة. صراحة بعد ما تطرقنا لهذا الإشي. سؤال، تم التعاقد معهم والتجديد معهم. ما هذا اللي سألته أنا. مو إذا أشرح لك إياها شوية، أنت الفريق عندنا يعني مرات يقول لك فيلم هندي عاد كله تعرف فيلم هندي. القصة يعني تقريبا كذب بكذب. فريق بير المكسورة السنة كان فيلم هندي بس صحيح. يعني أنا أقول لك أول السنة بلشنا 6 لعيبة، فرطت الفريق، قلت جماعة أنا ما أقدر أكمل الفريق. أخرى مرة عودني فرطت 3 مرات، فرطنا الفريق، عودني، جت اللعيبة قالت لي إبراهيم ودنا نكمل الفريق لو تسلية. كملنا الفريق، أول لعبة جبنا نشأة، ونشأة يعني دشر اشفام ورجع لعندينا بلا مقابل. يعني تخيل انت اليوم مدرب دشر بلد وتجي لعندي بلا مقابل، ضحى لعيبه البيت، بو عندها عروض من برا، كان يعني كان يقدر يروح يلعب مع بو عندي 3-4 لعيبه اللي كان يقدروا يلعبون مع فرق وياخذون 2,000 و3,000 شيكل، دشر 3,000 شيكل وعوض. طب احنا لا ننسى انه بهجت انه رقم واحد في ناحيه كره قدم، ناحيه كره قدم هو محمد غدير، لاعب اتحاد ابناء سخنين، لاعب هو ابن بير ابن عمي هو ابن بير المكسور. يعني هاي معلومه جديده. يعني انا حتى في المباراه الاخيره كان موجود. ايوه كان موجود كان مؤيد للفريق وكان يرافق الفريق على كل لعب. مشان هيك احنا احتفظنا في فيلم خاص بتسجيل خاص، خليل حيدر ارسلنا اياه،
طبعا موجود في محمد غدير بحكي وكمان مع لعيبه من الشفاعمر عندكم لعيب من الشفاعمر هو حسين بوشناق وكمان في احمد لوابني دبرش لوابني من يافت الناصري من يافت دبرش ولؤي وطارق طارق 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 ممتاز. الان سنحاول مشاهده الفيديو الخاص في فريق هابوال بير المكسور نشاهد. البلاد بلدي مثل ما تشوف يعني اغلب الاولاد الصغار يعني عم بيلعبوا وعم بيشوف انه في بوتنسيال لعندنا وان شاء الله كل العليا بالنسبه له هو اللي طلع الليجا بس هو ممنوع نوقف ممنوع لازم كل الاداره والمسؤولين والرئيس المجلس يكفوا مع الفريق انه مش هي اول خطوه لازم نضل نقدم لقدام بس عندي الطاقه يصمدوا بالدرجه الثانيه لانه بير المكسور كان عندي تجربه بالدرجه الثانيه تعال اول شيء والله كثير لقدام تعال اول شيء يفرحوا وفي وقت للدرجه الثانيه ان شاء الله كلمه اخيره لفريق بير المكسور والاهل كل المكسور الف مبروك لكل بير المكسور هي فخر لنا انه فريق بيطلع درجه مبروك مبروك بالعافيه هبال بير المكسور نستحق نستحق الدرجه الثانيه من اول الموسم والحمد لله رب العالمين طلعنا الدرجه الثانيه من اول الموسم احنا محل اول ونظلنا محل اول والحمد لله غلبنا هذا اللعبه ومتصدرين اللائحه وان شاء الله بليغا بي انت يعني انت متوقع بعد صعودكم للدرجه الثانيه انت كان لكم تدرب الدرجه الثانيه ولكن عودتوا رجعتوا للدرجه الثانيه راح تصمدوا صحيح وان شاء الله بالدرجه الثانيه ما نصمد وإن شاء الله بالدرجة الثانية وإنتوا جاهزين؟ جاهزين للدرجة الثانية وإن شاء الله مادياً ولاعبين ومدرب جاهزين إحنا عندنا لعيبة بيت اللي هم يصمدوا بالدرجة الأولى مش الدرجة الثانية وإن شاء الله بإذن الله إحنا بالدرجة الثانية نطب من أول ثلاثة بالدرجة الثانية أحكي لك إحنا فريق اللي هو متمكن تاني له تجربة كل الناس تعرف عن بير المكسور تاني له تجربة آخر فترة شوي الوضع عندي ما كانش لسه انا كنت عملت على الاداره مع الناس مع الجو اللي غاب يعني انا بقول لك من هون ستي جاي يكون عندهم فريق فريق قوي جدا جدا وبينافس تمام وانت راح تكمل مع فريق قعيد بير المكسور السنه الجايه بعدنا من هون السنه الخضر ان شاء الله بنكرر بعد شكرا ومبروك شكرا لك اول شيء السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله رب العالمين الفريق اللي يستحق الصعود هو صعد احنا من بدايه الموسم افضل فريق بالدرجه بالدرجه الثانيه الثالثه بدون منازع واحنا مكاننا بالدرجه الثانيه عندنا نملك كوادر محليه ممتازه كل الاحترام للاداره وللجمهور ورئيس المجلس الاخ خالد الاحتراب اللي اجى ودعم وجيته بالملعب وهيبته بالملعب يتعبر عن كل شيء، احنا دخلنا الفرحه على قريه بير المكسور بعد خمس سنين عطى احنا ببلد متعطش رياضه وعندنا خامات رياضيه ولازم نكون ندخل الخرطه الرياضيه من اوسع ابواب واحنا ببلد نستعد نكون مش درجه ثانيه وقمه درجه اولى لانه نملك كل الوسائل عندنا كوادر محليه كوادر محليه ممتازه طاقم تدريبي اداره متواضعه وصدقني ان شاء الله ان هذه شهاده شكر. طبعا كانت اجواء رائعه في المباراه الاخيره شاهدنا محمد غدير ماذا يتمنى لفريق ابناء بئر المكسور طبعا شاهدنا ايضا في الفيديو كمان اللاعب مراد حريب واللاعب حسين بوشناق وكذلك العقيد عماد غدير طب هو اداره عماد حجرات عماد حجرات العقيد عماد حجرات رائع جدا طيب محمد غدير يعني نفرض انه بيجي على تدريبات المباريات الفريق ولا كانت مباراه اخيره يعني لا هو كان يجي على اللعب بس مش على التمارين لانه ما عنده وقت عنده بالتمارين تبعته ما عنده الوقت الكافي يعني اما لا على اللعب كان يجي ويشارك كان يقعد مع اللعيبه ويعطيهم معنويات وغيره طب انت نائل يعني ما انا رفيق انا محمد صاحبي ومحمد في علاقه بيناتنا وعندينا اللعيبه احنا حاولنا نجيبه معنا كمان محمد غدير يجي ولكن مسافر المره الجايه ان شاء الله نكون بالدرجه الاولى ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله اذا اعزائي المشاهدين نخرج الان الى فاصل ثم نعود لمتابعه تقديم برنامج على الرياضه ابقوا معنا معكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في البرنامج الرياضي هلا رياضة المقدم لحضرتكم من استوديوهات تلفزيون هلا في بث حي ومباشر معنا في الاستوديو ضيوف من بئر المكسور معنا مدير الفريق إبراهيم ماضي وانضم إلينا الإداري علي غدير أهلا وسهلا
ومعي في التحليل الرياضي المدرب بهجت عودي. علي غدير، أنت وظيفتك في الفريق مدير تنفيذي، يعني أنت علاقات مع الفرق مع الاتحاد العام، تعطينا طبيعة عملك، كيف كان الموسم عليك بالنسبة لفريق بير المكسور؟ أنا من أول الموسم بس بلشنا سجلنا الفريق، بعد ما سجلنا الفريق كان تسجلنا كمان للكاس، وبأول الدوري ما كان عندنا لعيبة كافة عشان نفتح مباراة الكاس ضد كرياتيام. بالآخر أي ظاهرة كل الفرق، يعني الكاس يعني بيجي بوقت مبكر واغلب الفرق بتبكاش مسجله وبدناش الكاس. المشكله بتكون في بدايه التحضير، الفرق العربيه دائما بتبلش تحضر بوقت متاخر، بقول لك خلص ما هو احنا اكيد رايحين نبقى جاهزين، بجوز يوفروا معاش للعيبه وشيء كثير كثير عوامل. بعد بلشنا الدوري، لما بلشنا الدوري اول لعبه والثانيه كنا بدنا نفرط الفريق، حتى في فرق اللي حكوا معي كبار على لعيبه كانوا بدهم ياخذوا لعيبه وبعثوا عشان نعطيهم اياه هالشغله وعبران عبونا انه بده يفرط الفريق. بالاخر كملنا والحمد لله كانت العلاقات منيحه مع كل الفرق وكملنا والحمد لله. كان مشوار صعب يعني، انتم باخر لحظه مع يافت الناصري، مش اخر لحظه، انت لو انك يعني لو انك كنت معنا بال شو الشيء الطريف الموضوع انه لاعب يافت الناصري كان يلعب ضدكم، انا حضرت مباراه، انا بدي اقول لك حضرت لكم مباراه مع يافت الناصري في جوز الزرقاء صحيح؟ صح، وكان اللي جاب الجول ابن يافت الناصري في فريق يافت الناصري، وكانت والجول شلون جابه بندل ضرب الجزاء. بدي اسالك سؤال، اليوم اي لعيب يستعد يحط ضرب الجزاء ويضد فريقه فريق بلده يعني هذه بدها تكون عنده مسؤوليه مش نحكي عن مين، عن احمد دوابني. احمد دوابني كان له علاقه في الضفه الغربيه في الفرق، كان في بدايه الموسم هذا تعاقد مع فريق الظاهري تقريبا ما يعادل الاسبوعين ثلاث، حضر التدريبات وبعدين كان عندنا رجع ل بهجة. خلينا نستغل الفرصة هون نسألك عن أحوال الدوري الفلسطيني، طبعا شارك في بطولات آسيوية، يعني في تقدم في بتعلق كيف بتنظر للأمور. أنا بكسم الجواب لقسمين، في فرق اللي بتتقدم مثل هلال القدس لأنها ممسوكة والمسؤول عنها هو رجل أعمال وهو الفريق الوحيد اللي مدار بالشكل هذا، يعني هو الفريق الوحيد اللي الرئيس تاعه هو رجل أعمال يمتلك الفريق بشكل شخصي، فالإدارة تاعته هي إدارة مضبوطة وصحيحة، ولهذا السبب هلال القدس احنا بنشوف انه يعني على شكلة مكابي حيفا على شكل بالضبط بالضبط بالضبط، فبالتالي احنا بنشوف انه هلال القدس حقق ثلاث بطولات الدوري متتاليات بسبب إدارة صحيحة. باقي الفرق الـ الإدارة بتكون من إدارة منتخبة لا تملك قدرات مالية أو إدارية، حتى بتكون مدعومة من هان ومن هناك، أغلب الدعم بيكون تبرع أو تبرع من جمهور وكذا. المشكلة هناك إنه الدوري الفلسطيني اليوم أنا بقول ككل أو بشكل عام هو في تراجع، وتراجع كبير. أنا حسب رأيي أنه الدوري الفلسطيني كمان كمان سنة ممكن أنه يكون مهدد بالتفكك، هذا رأيي أو خلينا نقول هاي الرؤية تعيتي لقدام، يعني ظروف سياسية ظروف مادية أزجد مادية تنقلات أو خلينا نقول العمل هناك الإدارة هناك بتشتغل بطريقة مش غير صحيحة، بيستثمروش مثلا في الفرق الشبيبي والشباب، اغلب استثمارهم هم اعتمادا على عرب الداخل عرب ال48، وبنعرف انه عرب ال48 مكلفين من ناحيه ماديه، هم عبء كبير على ناحيه بيجي من الجليل وعلى أكيد شباب الخليل، يعني انا على سبيل المثال 3 ساعات سفر ساعتين تدريب وثلاث ساعات سفر وبده ينام اخرى، ناهيك عن الاجتماعات وعن الاشياء اللي بتصير هناك، يعني ممكن انت تحرق تقريبا 9 ما بين 9 ل 12 ساعه في اليوم سفر وتدريب واجتماعات، فانا ما بقول انهم هم ما بيستاهلوا المبالغ هاي، ولكن بالنهايه هاي المبالغ لازم تندفع، واللي لازم يدفعها هي الاداره، وهي مبالغ كبيره والاداره مش باستطاعتها انها تدفع هاي المبالغ، فبالتالي بيصير عمليات عجز مالي. عجز علي غدير، انت كاداري ومسؤول عن الامور هاي والتعاقدات مع اللاعبين،
يعني كانت تواجهك مشاكل، يعني في تواجهتك مشاكل خصوصا انه الدرجه الثالثه وقطع الدرجه الثانيه، ولكن هسه درجه ثانيه درجه الاولى تتغير الاحوال، يعني انت مستعد نفسانيا للشيء؟ احنا جاهزين لكل شيء طبعا، مش انا اللي اتعاقد مع كل اللاعبين، انا اجيب اللاعبين نقعد معهم ننسق كل شيء، اللي نقعد عند ابو ماضي بالمكتب وهناك نتفق على كل شيء. بس اليوم اغلب اللعيبه تطلب باسعار غاليه. شو اعتمادكم انتم الميزانيه تاعتكم عايش معتمدين منين التمويل تاع الفريق؟ لا سؤال بالذات بالنسبه للسنه الجايه، يعني انتم في الدرجه باء في لعيبه اللي راح تطلب مبالغ وراح يبقى عندهم عقود، فانت السؤال منين بدكم الاعتماد تاعكم؟ السؤال لا توجه للاخ علي، وجه لي لانه انا اللي اكثر انا بسال انت طيب انت ميزانيات مع المفتاح يعني هو المفتاح هذا كله معي. اول شغله احب اقولها، احنا درنا الفريق اول السنه هذه، يعني الميزانيه اللي حطيناها لصعود درجه يمكن بالوسط العربي كله ما حد سواها. شو كانت الميزانيه؟ قد ميزانيه اللي وصلتنا تقريبا 70,000 شيكل. انا اقول لك 70,000 شيكل بوفرق اللي عقبال متواضع، 50% اخذن لوابني دبرش. لا 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 بوفرق اللي احنا اللي كانت تصارع معانا اللي حطت 200 180 و200. بس اخرين احنا بنعرف انه اغلبيه اللاعبين اللي لعبوا السنه وارتقوا معك درجه هم من لاعبين الكادر المحلي اللي ما كلفكمش مصاري، انا بعرف انهم هم بيلعبوا مجانا. واخر مره اقول لك مزبوط صح، السنه الجاي ممكن انهم يطالبوا في 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 عقد معين ولو حتى بسيط، وهذا راح يكون عبء عليكم. لا انا اليوم لعيبه البيت، اخر مره انا افتخر بلعيبه البيت كلياتهم لانهم هم وصلونا لهين، يعني لعيبه البيت هي اللي وصلتنا لهين. بعدين أنا اليوم لعيبة البيت اللي عندنا هي يعني لعبة السنة اللي نبدأت بلا مقابل شيء، السنة هذه هي عارفة إنه أخرى نفس الإشي، يعني ما أقدر أجي أقول للعيبة البيت اليوم تعال أنا بدي أعطيك معاشات، إحنا الميزانيات اللي عندنا ما تسمح لنا إن ندفع لعيبة البيت، يعني قال لي إذ ودي أدفع لعيبة البيت اليوم ودنا نحط ميزانيه 340 بعدين نمون عليهم اخوكم وعمك. اسمع البلديه بتعطيكم أنا ميزانيه، بتخصص لكم ميزانيه. قعدت مع الرئيس قبل يومين سوينا مثل جلسه، بس الجلسه اللي بدها تكون الحاسمه هي بعد العيد، يعني جلسه انا ودي اطلب ميزانيه، بس الميزانيه اللي ما راح ازتها ولا رايحه على حل. رايك راح تكون الميزانيه تاعت الفريق السنه الجايه من 300 ل 400,000؟ بس درجة بعد مبلغ لا بس ممتازة 300 و 400 ألف شيكل. هذه أنا عندي لعيبة بيت اللي أنا مرشن عليها مشان البقاء ولا مشان الصراحة أكثر. إحنا دائما العام خمسة لوائل. لا أنا أحب ألعب من 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 جمعة لجمعة من لعبة لعبة، وهذا اللي وصلنا اليوم إن اللي طلعنا درجة إن اللي لعبنا من جمعة لجمعة، إحنا ندحج على اللعبة غلبنا أخرى لعبة. يعني سؤال شاكر بيكون أنتوا إذا شفتوا حالكم إنهم في استطاعتكم إنكم تطلعوا درجة، إحنا فمستعدين لهذا الإشي إنكم تكونوا في الدرجة ألف؟ أنا أقول لك إياها والحمد لله، أنا قلت مرة إحنا حطينا هدف والهدف عندنا بعيد بعده، الهدف اللي حطيناه مش إنه درجة ثانية وثالثة ورابعة وأطلع، لا الهدف تبعنا أول شيء صعود، ما حد يقول له صعود لا. انا بدنا نلعب اول بس علي من المنطق نكون للصعود اذا بكون الهدف علي اهم أيوة. شيء قبل ما تفكر بالصعود ملعب، كان في ملعب بين مكسور انا زرت مره بين مكسور وبعرف الملعب تبعها من يوميتها، كل لعبات بين المكسور في جس الزرقاء في كابول في هاي كانت اصعب مهمه عندي السنه نلاقي الملاعب. اخر شيء الحمد لله لعبنا بملعب جسة الزرقاء هناك ما لقينا صعوبات، الملعب يعني الملعب البيتي، بس الملعب البيتي انه ما جر جمهور لجسة الزرقاء، كان عندنا مشكلة الجمهور لانه المحل بعيد. يعني واحد من اللعيبة قال اول مرة تصير انه اللعبة البيتية ابعد من اللعبة الخارجية تكون عندك، يعني هذه ما صارت. يعني بين مكسور جس الزرقاء على ساحل البحر، يعني تصور وين بين مكسور من عند الناصري لا يجي لحديث. وإسا الحمد لله عن الملعب البيت يظل تصحيحات أخرانية، يعني شو يفتح الملعب يفتح الملعب العامل الثاني غير الملعب البيت اللي هو الدعم لفرق الشبيبي الشباب والفجال. الشبيبي السنة احنا فاتحين ان شاء الله برضو شبيبي، وهم ايش انه احنا بدنا نحط كمان ميزانية بهاي الشبيبة عشان نقدر نحاول نطلع معها درجة، اللي عشان
بدنا نكون بالدرجة القطرية مع الشبيبة عشان نقدر نطلع. دعنا الآن نستذكر الأجواء تبعت بير المكسور اللي بعد من نهاية المباراة. يا ريت نشوف الفيلم وقت الاحتفالات عندما صفر الحكم من نهاية المباراة الأخيرة للفريق. يا ريت ذاكر اللحظة هاي يعني كان شو صعب يعني أنتوا كنتوا في مرحلة ضغط كثير يعني أنا بعرف قبل اللعبة هاي صراحة اللعبة الأخرانية كانت ضغط أكثر من اللازم لأن البوليس طلب منينا أشياء اللي التعجيز صارت يعني بدك تجيب ودك حراس ودك منظمين ودك يعني أفراد شرطة يعني كانت لعبة والأصعب بس انتهتوها بسهولة يعني 3-0 والأصعب بس كانت قبل أصعب والأصعب إنك أنت فايت على لعبة ومصيرية غلب طلعت إن غلب لما روح نهائي كأس يعني احنا كنا متصدرين كل الدوري كل الموسم كنا متصدرين الدوري وتجي الاخر كنا نقدر نسكرها قبل بالاخر خليناها لاخر اللعبة مش انه احنا بدنا اياها تظل لاخر اللعبة بس اخر اشي ظلت معنا لاخر اللعبة اللي فوتنا بضغط بالاخر جبنا حتى مدرب منتالي ذهني جبناها اللي شفنا اللعيبة مضغوطة يطلعهم من الضغط قبل المباراة. لا آخر جمعتين جبنا من المدرب ال ال ال. عادة الفرق في وقت الضغط فكرة ممتازة كان عندنا. وجابوه خذوه بعدين خذوه خرفوه ثاني. طب أنت لاحظت بهجة عودي خلينا نتطرق لباقي الفرق هبوط سخنين هبوط إكسال صعود كفر قاسم صعود أم الفحم تبعت هالأشياء شو كان الانطباع العام بالنسبة لك؟ عن إنجاز الفرق العربية الموسم الفائت. أول شيء العنوان هان إنه في نهضة ونهضة كبيرة جدا من الفرق العربية. يعني لاحظنا كديش في اليوم فرق عربية. يعني أول مرة في التاريخ راح تشارك أربع فرق في. خمس فرق درجة ممتازة. لا أوكي خمس فرق. متأكد منهن من أول سخنين. لا ما هي لا أنا يعني قصدت أوكي سخنين نزلت فبالتالي بتصير خمس فرق. أوكي. خمسة. يعني هذا كمان إشي تاريخي بتسجل في أوراق التاريخ إنه أول مرة في التاريخ خمس فرق راح تشارك في الدرجة الممتازة كمان الدرجة ألف ثمان فرق من المنطقة الشمالية ولاحظنا كمان إنه السنة كانت السيطرة في المنطقة الشمالية وفي المنطقة الجنوبية للوسط العربي حتى في الدرجة باء درجة باء تقريبا إذا أنا ذاكر مليح فيه 32 فريق عربي سعود دبوري سعود غير السعود لسه إحنا بنحكي عن كون 32 فريق عربي مفركين في الأربع مناطق في الدرجة باء وصعود كمان سيطرة في كل الدرجات تقريبا سيطرة للفرق العربية وصعود دبوريا والباك الفرق فهذا إن دل درجة ثالثة تنساش أكيد وبير المكسور كمان فإن دل هذا بدل على نهضة قوية جدا في الوسط العربي وكمان بنلاحظ أخرى شغلة اللي هي لعيبة فتيان لعيبة شباب لعيبة اللي قاعدين بتنموا للدرجة العليا وكمان شغلة في كم لعيبة اللي هم اليوم منضمين لمنتخب إسرائيل في الكبار كل هاي الأرقام قياسية قاعدة بتتحطم من كبر اللاعبين العرب يعني اليوم احنا بنشوف انه في 7 أو 8 لاعبين في منتخب اسرائيل للكبار واغلبهم اليوم بشكل عمود فقري في منتخب الكبار طب ما دمنا نتحدث عن المنتخب تحدثنا عن المنتخب اكيد بدك تتكلم يعني عن مونس دبور هرسوك يعني صرح امس انه خائب الامل كان يتوقع انه مؤنس يكون معاه في اللعبتين هذول أول شيء هذا بدل على إنه المدرب بيحترم وبيقدر مونس دبور وحسب رأيي هاي شهادة لمونس دبور إنه المدرب بيفتقد لمونس دبور أنا حسب رأيي كبروا الموضوع هذا أزد من اللازم من حق مونس دبور إنه يتزوج ومن حقه إنه يحط التاريخ المناسب إله إحنا بنعرف إنه مونس دبور بده ينتقل من بيت
اللي هو موجود اليوم في في فريق في زالزبورغ بده ينتقل على اسبانيا لانه بده في اشبيليا. هاي الاشياء راح يواجه كثير صعوبات، هذا مش اشي بالسهل، وبده يتجوز وبده انه مرته تلتحق كمان في بيته، كل هاي الامور يعني يعني مرته كان برضه مرتبطه من ناحيه التعليم كمان. اكيد اكيد انا احنا ما بنعرف كل الظروف، بس انا متاكد انه مؤنس دبور لما قرر التاريخ هذا انا متاكد انه حاول انه يرضي الجميع، ولكن بالنهايه ما كانش عنده اي مبرر ثاني فاختار هذا التاريخ اللي ما تناسبش مع الفرق. بالنسبه لمنتخب اسرائيل حسب رايي ادارتهم للموضوع هذا كانت غلط، ممنوع هاي الامور تطلع على الصحافي اذن اللازم، ممنوع كل هاي الامور، كان ممكن يحلوها بيناتهم في غرفه مسكره من غير كل الفضائح هذه اللي قاعده بتصير، ومن حقه انه يتزوج، واذا هم من كان واجب عليهم انهم يحترموا هذا الاشي وبالعكس يقدروه ويفرحوه في فوق فرحته بانهم يجوا ويشاركوه الفرحه هاي، مش يعكننوا عليه مثل ما بيقولوها قبل زواجه. رائع جدا، يعني هذا الشعور السائد انه لن يشارك في المباراه وبالتاكيد مع بعدين نقطه مهمه جدا، احنا بنعرف انه قبل فتره مش كبيره مؤنس دبور ما كانش في الحسابات الاولى تاعيت المنتخب ممتاز. ولما قرار الجيزه اخ شاكر مش زي عندما اتخذوا وزع على عهدنا بكره بدي اتجوز بنروح وما كانش يعرف وبنتجوز في الشارع لا انتهى هذا العهد وما كانش محدد المواعيد يعني أكيد. من قبل اليوم احنا بنعرف تحديد الجواز بدك تقريبا نص سنه او ثلاث ارباع السنه من قبل على اساس تحجز المنتزه او وين الموقع اللي بدك تتزوج فيه كل هاي الامور. فيوم ما مؤنس قرر التاريخ هذا هو ما كانش لاعب اساسي في المنتخب وما كانش في الحسابات ممتاز. فما بصير انه بعد ما قرر التاريخ تيجي انتم اليوم وتلوموه حتى ولو كل الملاحظات اللي بعطوها انه انت لاعب محترف و و و و اوكي يعني ما بشوف انه ما بيصيرش شيء لو اعطوا اللاعب الاحترام وخلوه يتجوز. سنعود في الفقره الثالثه لموضوع المدرب، نامل ان نتحدث عن موضوع المدربين الوسط العربي. طبعا هنا فريق بئر المكسور لم يحدد حتى الان موعد من هو المدرب القادم، يعني هل تعتقد انه مفروض انه الفريق عنده مدرب حاليا؟ لا كل ما اولا انا حسب رايي مدرب اللي بيرتكي مع فريق لدرجه اعلى من الحق الاولوي انه هو اللي يكمل، ولكن القرار بيرجع للاداره. اذا الاداره بتشوف انا بدي اسالك سؤال مهم جدا هاي النقطه، انت كمدرب ومجرب اريد ان اسالك عن الفرق التي تستعين بمدربين اخرين في فتره اختبارات وما شابه. حسب رايي غلط هذا الموضوع، والإشي بأثبت نفسه في حتى ولو أنه الفريق أنهى الموسم. يعني أخ شاكر شوف، أنت كمدرب أنت مفروض لما بتيجي على الفريق أنت لازم تدرس الفريق بحذافيره. شو يعني؟ يعني لازم تعرف كل كبير وصغير. حنا فرهود كان مرتبط مع مع دبوري ذهب ليساعد فريق نيشن. من العجب في الموضوع؟ حسب رأيي كان قرار خاطئ، وكل مدرب بيكون موجود مع فريق معين اللي بيرتبط راح يرتبط فيه السنه اللي بعدها. اعطيك مثال، مثلا شمعون هداري مدرب ام الفحم، حتى انه يعني اخذوه على كريات شموني على لعبه الامتحانات واستطاع انه يبكي فريق كريات شموني في الدرجه العليا، لكن حسب رايي هذا كان يعني برضه شمعون هداري عمل خطأ. حسب رايي كان خاطئ في القرار. طب اداره ام الفحم صرحت له حتى ولو انت مدرب لام الفحم غلط كمان غلط وانت لاحظ انه 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 في مدربين عملوا هاي الخطوه واثنين فشلوا. حنا فرهود فشل في ابقاء نيشر وشمعن وسبك كمان اخطا مع باكا ما قدرش انه يصعد معهم درجه. طيب جزء الظروف اللي خلته لانه ما بيعرف فريق باكا من جوا، وما بيعرف اللعيبه، وما بيعرف شو بصير في غرفه الملابس، وما بيعرف كل لعيب شو يعني. انت كمدرب ممكن في مباراه معينه بدك تعمل تغييرات داخليه، بس انت ما بتعرف هذا اللاعب شو بيلعب او شو قدراته او لانك انت ما درستوش من بدايه السنه. سنتحدث عن المدربين لاحقا. اذا اعزائي المشاهدين نخرج الان لفاصل اخر ثم نعود لمتابعه تقديم برنامج هلا رياضة، نحن بانتظاركم. معكم من جديد أعزائي المشاهدين في البرنامج الرياضي هلا رياضة المقدم لحضرتكم من استديوهات تلفزيون هلا.
انضم إلينا من بئر المكسور الإداري أحمد أبو علي، الشيخ أحمد أبو علي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. وطبعا معنا في الاستوديو أيضا مدير الفريق إبراهيم ماضي غدير، وكذلك المحلل الرياضي بهجة عودي. الشيخ أحمد أبو علي، ما علاقتك بكرة القدم؟ يعني طبعا أنت كنت لاعب من قبل ولا بيش؟ أول شيء أنا بشكر تلفزيون هلا على استضافتنا، وبحييكم تحية الإسلام. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما أكون إداري في بير المكسور أنا لاعب كاراتيه بالأصل. كاراتيه 30 سنة. هذا ممنوع نزعله معناه 30 سنة. أعطينا فكرة عن الرياضة هاي. شو علاقتك فيها يعني؟ 30 سنة أنا لاعب كاراتيه، اشتركت في بطولة العالم في فرنسا بسنة 97. هذا سكوب عندنا الموضوع. اشتركت في بطولة عالمية في فرنسا. في بطولة العالم في فرنسا اشتركنا. طبعا مراتب احنا كعرب او حتى اسرائيليين فيش لنا مكان بالعالم كلياته. ليش؟ لانه هن ناحية قدرات ناحية قدرات هن اشي واحنا اشي. انت بدك تروح من الشغل على التمرين بدك كذا، هن أكلن وشربن، أكل الرياضة. فإنك أنت بتكون يعني بهاي المنظومة، إنك أنت تكون موجود بهيك دورة بكأس العالم، هذا أنا حسب رأيي هذا كمان إنجاز، هذا عالمي مش هوين. أنا أول شيء من بير المكسور، كنت قبل ما أكون إداري كمان ولاعيب كاراتيه، كنت جمهور بير المكسور. أنا كنت المسؤول يعني سنة الصعود الأول اللي راكب ما بنتسى شيء لشيلة، أنا كنت مسؤول على الجمهور، كان وراي حوالي 2000-3000 شخص. أولتراس ولا بلا؟ ما كانش أولتراس بزمانها. ما كانش بوقتها الألتراس اللي بيقولوا عنه اليوم، بس كان شو برفع أصبع الكل بربع بصمة، بنزل أصبع الكل بنزل. ليش أنا ما بعرف شو اللي أنا بقول لك؟ أولتراس حقيقي. عندك حزام أسود في الكاراتيه مجبورين يكون أنا عن جد بشكر بير المكسور، بشكر جمهورها، وبشكر رئيس المجلس، وبشكر إدارة المجلس حاليا على كل المجهود اللي بذلوا لنا. من 3 سنين قررنا نعمل في فوتبول، نرجعه. احنا بير المكسور تقريبا الفوتبول مات، وعندنا القدرات وعندنا اللعيبه وعندنا مواهب، وقلنا حرام تروح هاي. استمعنا كم شاب اللي عملوا الفريق. كان اخ ابراهيم بالفاتيكيم، كنا نتمرن بالقدامى، اللاعبين بالقدامى يتدرب. بلشنا بالفريق، هو كان يشوف الفريق عن بعد، شاف انه هذا الفريق فيه ناس، فيه عالم طيبة، فيه لعيبة منيحة، شاف من بعيد انه ممكن نصل، فشاف كمان انه ماديا احنا على باب الله كيف يقولوها. هو بما انه رجل اعمال والله معطيه، اجا وقف معنا كمل اول سنة، السنة اللي مرقت كمان، وهاي السنة حاليا احنا اللي مع بعض اللي طلعنا على الصعود الحمد لله. رائع جدا. طيب احنا بنعطيك فرصة ابراهيم تتوجه لرئيس المجلس، تتوجه للجمهور للموسم القادم، شو بتقول لهم؟ اول شيء الرئيس، اللي قعدت مع الرئيس انا بتأمل بالرئيس اخرى، لانه الرئيس يحب الرياضة، وهو عدني بكم شغلة اللي اكيد راح يسويه. وعندينا شكر، ودنا نقول شكر خاص للرئيس اللي لانه احنا يعني مثل متأملين خير بالرئيس، والرئيس وعد، وانا عارفه ابو محمد اذا يوعد يوفي. وعندنا اعضاء مجلس اللي هم بنفس الوقت اخرى رياضيين، يعني اذا مشجعين كثير للرياضه ويحبون وداعمين للرياضه، يعني رايحين يقفون اخرى معنا، يعني من هذه الناحيه انا ماني خايف كثير. رائع جدا. الناس بهجة طبعا هسه تلخيص للموسم الفات وتوقعاتك للموسم القادم. أولا حابب أقدم نصيحة للإخوة من بير المكسور. أنا حسب رأيي بعد سنة الارتقاء من درجة جيم لدرجة باء، وعهوى ما أنا سمعت كل موضوع الملعب أنه كان مشاكل في الملعب، وكون كل لعباتكم البيتية كانت خارج البلد، حسب رأيي أنتوا السنة هاي
في الدرجة باء لازم تثبتوا أقدامكم، ممنوع تفكروا بالصعود لدرجة ألف باء نهائيا، فكروا في حطوا قدامكم أهداف إنه تفتحوا الملعب المحلي تعيكم، أهم شيء تعملوا بالضبط، تعملوا ترميم لغرف الملابس، تعملوا كل هاي الأمور، يكون الاعتماد على لاعبين البيت تعيينكم، وأهم شغلة استثمروا في الفتيان وفي الشبيبة والشباب عندكم على أساس أن يكون استمرارية للعيبة البلد عندكم. ناهيك عن المشاكل اللي بتصير في الارتقاء للدرجة ألف، وعن الميزانيات الكبيرة وعن الضغط اللي راح يصير، فانبسطوا من اللحظة، قدموا أداء، ابسطوا جمهوركم، ابسطوا بلدكم في الدرجة باء، ما تستعجلوا في الارتقاء للدرجة ألف لأنه هناك بتبلش مشاكل مادية وميزانيات كبيرة. إذن بهجت بس شغلة واحدة، إحنا تعلمنا شغلة واحدة، إحنا نعلم من غلط غيرنا، إحنا ما حب نغلط، هذا عندينا دائما إن شاء الله، بنتمنى لهم التوفيق. إحنا أدركنا الوقت بهجت. إذن أعزائي المشاهدين، شكرا لكم جميعا، سعدنا بمرافقتكم في البرنامج الأسبوعي هلا رياضة، على أمل أن نلقاكم في برامج أخرى. نشكر ضيوفنا من بير المكسور وكذلك المدرب والمحلل الرياضي بهجت عودي، ومني شاكر مواسي، أجمل أمنيات السعادة والخير، وكل عام وأنتم بخير.